نعم يا ذاك الورق ديريها يعني نبداو بسم الله وتوكلنا عليك يا الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. واش الحجة أختي؟ يا الحجة يا أختي يا العزيزة البارح شنو قلت لك؟ قلت باب العسة أو مش ما تنساش باب العسة يا باب العسة راني مسلمة عليك الحاجة يا وكي راكي دايرة يا أختي والله راه مسلمة عليك أم جنة سلام كبير إن شاء الله يا ربي نجي ونتلاقى معاك يا ونجي عندك وناكلو القاطو والله الله المتابعين يا الحاج متابعين يا أختي جبت لك حق يا حد درع الخرشف يا اليوم غادي نديرو الخرشف باللحم تاع الغلمي إيوا غادي نديرو معاكم الخرشف يا الخرشف أنا للعروسة ندير معاكم الخرشف نروحو تاكلو نتوما ها نديرو شويه تاع الخل هنايا هكا نعصروها هنايا هكا يا باش يجينا الخرشف الشبيه يا نقربو انا للعروسه قدامنا نبداو بالخبز هذاك النص اخواتاتي جاي كيما ها هي فارينا شي خبزات كيما هكا درت جوج كيلو ملح ايوا نكتفي بهذا الماء هذا توكلنا عليك يا الله لك الحمد ولك الشكر اللي مقع جبتو المهم هنايا نقشر معاكم نوريكم القشر كيفاش نقشرو على بالي كاع تعرفوا تقشروا كاع تعرفوا تقشروا كاع 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 ما كانش اللي ما تعرفش تقشر الخرشف ما كانش انا نقشرو كيما نقولوا حنا نفصلو هكا شوفوا كل واحد الطريقه تاعو في التقشير انا ندير له كيما هكا بهذه الطريقه هذه شوفوا هكذا باش يجي لي ساهل ما نبقاش نقشري بالحبه باسكو شحال من مره تقصوا بقاو تقشروا غير بالوحده تتبخون بوكو طون واحد اللي خدام واللي عنده هكا مشروع نوري بالك الطريقه هذه ان شاء الله تجي ناجحه معاه قشروا كيما هكذا ومن بعد قصوا ان شاء الله هي كيما هكذا كاين يتحكيها كاين دي فيها دي مليحه وكاين دي فيها دي مش مليحه راني اخترت مليحه كاين دي دابله ايوا نقيو ايوا نوريكم الطريقه تاع ام جنة هذه دروك زيد دروك هاني نقيتها كملتها ها هي وهي غادي ندخل ان شاء الله غادي ندير الطبخ خمس دقائق هنايا اختي هنايا قبل الخرشف هنا تاعنا هكا كيما هكا نديرو هنا اختي هنايا نشلوه ونعاد باش نديرها يطيب قدمي قدمي مع ام جنة قدمي يا اختي عندي هنا طريف تاع اللحم ها هو طريف تاع الخروف طريف تاع الخروف ها هما صغيورين غير صغيورين بداو بالبصله تاعنا هي الاولى ديرو كيما هكا لما ضربتوش يدكم ما عرفتوش ديرو كيما ام جنة ما ديروش اللي ما عرفتوش ديرو كيما ام جنة ما ديريش اختي هنا الزيت راني طبخاته طبخه وحده هنا بسم الله الكرافس وعندي الفلفل الاحمر وعندي الكركم هذا الاصفر هذا وعندي راس الحانوت وعندي كيما نقولوا هذه نطيب بها الكفته مخلطه هي ندير هنايا صوص طوماط هنايا كيما راك تشوفي تاع صوص طوماط كوني ما راهش غالي يا ام جنة نديرو الخرشف والبطاطا ما عنديش الزرو ديالي اليوم في الدار هو جددنيش شويه ملح وما تكثرش هذاك المراه ديري هاكا يا البطاطا هذاك المراه حتى فوق ما طيب لنا كما نقولوا حنا الخرشف كي طيب لنا الخرشف نديرو بطاطا نزيدو خمس دقائق ولا سته ونطفيو عليها زيد شويه راني قليت الماكله اختي العزيزه شوفوا الماكله راني قليتها خمس دقائق مع الزيتون نحط هنا الخرشف راكم تشوفوا كميه كبيره يا اختي حنا نبغيو الخرشف يا دوك يفوت وقتها هيا هنا نبدا نحط كيما هكا مع اللحم والبطاطا من ناحيه خمس دقائق هنا الكوماسي نمرق هنايا ندير الماء بسم الله الماء سخون العجين راه خامر هنايا كما راكم تشوفوا غادي نقطعه باذن الله اروح المي مروح هنايا اختي العزيزه نعاودوه بسم الله نديروا العجين كيما هكذا هاك اختي نديروا غير قطره يا روحي هنايا هنايا ما نريح كيما هكا نجيبوا يدنا كيما هكا ونقطعوا بسم الله قطع
شحال وحده هذا نرجعوا نلمو بالسميد كل وحده وقطعتها كيفاش هذاك الزين عاد ربعة الخبزات نديرو كيما كان الموهم قطعة تاع أنجنة فوالا نتمنى من ربي الفيديو تاعي يعجبكم إن شاء الله نمشي نجيب خبزة أخرى عاود هنا يا أختي باقي غير وحدة بسم الله ونديروها هنا هاكا جاوني ربعات باش ندير من برا معاكم بصح برا ما يساعدنيش الأمر باش خليهم يخمروا هكا ضربتها بهذه الطريقه هذه ها هي خليهم 5 دقائق ولا 6 يخمروا كما هكذا بسم الله وين العروسه ها هي الخبزه هنا هذه ها اسمي ها هنايا نجيو هنا هكا نديروها باش تخيخ يطيح لنا لتحت وهكا ونفطوها شي بتقيق اي نفطو اي نفطو هكا فوالا اي معايا سرحوها نيشان هاي نديروها هنا فوالا هاي خليها طيب على النار هادي هادي طيبتهالكم على النار يسرحوها شويه اي شويه هكا سرحوها هكا ندير تقيبه هنايا هكا هي خليها طيب في هاد النار درتها لكم هنايا نجيو لهنا خواتاتي العزازات يا والنار راه الريح هذاك المراهيه هنايا شوفي هي قبضي منا من هنايا ديريها هاهي شطره وقفوزيه هي ديرها هيا معايا داك البنت يا والله يحل القهوه معاكم يا خواتاتي بسم الله ها درت لكم بالطريقه هذه هيا نعاود نجيب اخرى كذلك هي تابعوني باش نرميو البطاطا دروك داك اللي شريتي الحق داك البنت عقبوا غيها بسم الله ديروها عصروا عليها غير شويه هاك غير شويه ماشي بزاف شوفوا كي جات بنت بخشب تحركوها هيا تبقاو تحركوا خليها جيو هنايا داك البنات جيو هنايا ونمسحو هاد الشي هذا اللي هنا هذا هاكا ديرو له باش الخبزه ما تنحرق لكمش هذاك المره هاكا هذاك العروسه ها ايوا هاهي كملت هادي بسم الله يا ربي ويلا هاي وين بصحه يا داك المره ويلي المهم غادي نكمل ان شاء الله غير كمل ليا ونمشي معاكم نوريكم اخر شيء اي قد معايا روح الا العروسه ها ديريها يعني شو سويت شو 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 انزل معاها ايوا هي داك العروسه هادا شي جيبو خرشه غادي نفرغ البطاطا ندير هنايا ها كيما هكذا فوالا ايه لا اختي هنايا شوفوا ها الخرشف شوفوا الروكه الجا عاقد يشتها خريش فات الله مع الزيتون عاقد ها اش نقول لكم واش نقول لكم ها سنة نعدل لكم الدعوه ندير لكم اللحم وندير لكم حطهم هنايا ها حطهم كيما هكذا طريفين ديال اللحم نشوفو بعدا بعدا لا طاب ولا ما طابش خرشف ها هي لاشين يوتيوب تاعي ها هي بسم الله يا ربي ها هي لاشين يوتيوب ديالي ها هي لاشين يوتيوب اللي تابونا معايا فيها ورا انستغرام ورا ها هي لاشين فوالا ها هو اللي شتاها هذا هو الانستغرام الناس اللي ما اللي ما كيشغل ما جبروش الكونت ولا الاخر هذا هو الانستغرام فوالا واللي ما صابوش الخبز تاع مغنيه ولا يدخلوا عندي ارواح الحاجه ارواحي عندي مرحبا بك موت عليكم امي مات وكل شيء والخوت والولاد وكل شيء هيا مع السلامه لا ما تنساوش اللايك جيم